كثير من الأهالي يقعون في حيرة عند الوصول عن نقطة تصميم فرش غرف نوم الأطفال. الآراء تتأرجح بطبيعة الحال، إلا أنه في حدا بفضل شيء معين والطفل ممكن يفضل نوع آخر. وأيضا أصدقائي، مع دخول العام الدراسي كثير من الأهالي يعني يحولون هذه الغرف إلى زوايا خاصة للدراسة، فكيف يمكن أن نجهز غرف الأطفال بما يتناسب مع ظروف العائلة والطفل؟ تفاصيل كل هذه التفاصيل مع مهندس الديكور راما سواس اللي معنا بالاستديو. صباح الخير راما، وجمعة طيبة. يا رب جمعتك مباركة. أهلا وسهلا. يعني فعلا موضوع يمكن يكون صعب بالنسبة لكثير من الأهالي، لهيك لابد أنه نستذكر معك وتعرفينا على أهم الأمور اللي يجب أخذها بعين الاعتبار عندما نفكر أنه يعني ننسق غرفة الأطفال للدراسة وحتى لحتى تكون خاصة فيه يعني ويحبها. تماما. هلأ بالنسبة لموضوع تنسيق أو تنظيم غرف الأطفال، يعتبر بالنسبة لي هو تحدي كبير وبنفس الوقت هو متعة. ليش؟ لأنه أنا لما بدي أنسق غرفة أطفال بالنهاية بدي ينتج معي غرفة هي مريحة، بسيطة، حلوة، بيستمتع بأنه يقضي فيها وقت كبير، وبنفس الوقت بدي أنه تكون بتتناسب مع احتياجات الطفل الآنية وأكيد المستقبلية، وكمان بتوافق شخصيته وهواياته. فلذلك أنا لازم أخذ بعين الاعتبار عدة نقاط. أهمها أولاً أنه أخذ بعين الاعتبار طبعاً المساحة، الإنارة، عدد الأطفال اللي رح يستخدموا هاي الغرفة، وأكيد الميزانية اللي أنا رح أخصصها لحتى أنا أفرش فيها هاي الغرفة أو أنسقها بشكل صحيح. حلو. تمام. هلأ بداية أنا كأم أو كأم مستعينة بمصمم الديكور مثلاً، لما بدي أختار، لو كان في عندي حرية الاختيار بين غرف نوم موجودين أساساً هنن بالبيت، فأنا أكيد رح أختار لغرف الأطفال الغرفة اللي رح تكون أكثر غرفة فيها شمس أو بيدخلها شمس ويكون فيها الإضاءة الطبيعية جداً قوية. ليش؟ لأنه أكيد كلياتنا بنعرف قديش الإضاءة الطبيعية بتأثر على حيوية الطفل، على نشاطه، وأكيد على صحته. فلذلك لازم أخذ هذا الشيء كتير بعين الاعتبار لما أنا بدي أختار غرفة الطفل. شيء تاني هو أكيد المساحة بتتوقف أكيد على عدد الأطفال اللي راح يستخدموا الغرفة وعلى أعمارهم. على هذا الأساس أنا بقدر أنني أنسق المساحة. مثلا لو كان أنا في عندي يمكن هلأ راح يطلع مخطط، لو كان مثلا أنا أم وطفلي عمره تقريبا 7 سنوات. هلأ هذا اللي حكيتي عنه أصلا. تمام. لا هلأ رح أحكي لك عنه. مثلا أنا طفلي عمره 7 سنوات وبدي أنسق له غرفته بشكل صح. يفضل أنيني أنا أرسم مخطط قدر الإمكان بسيط عن الغرفة، يعني أخذ أبعادها بالمتر طولة وعرضة، أرسم مخطط يبين لي نسبة الغرفة بشكل صح، ما شرط يكون بالميلي يعني. تماما. بيعطيني نسبة الغرفة صح. هلأ أنا ابني عمره 7 سنين، فهو بحاجة لمكان للعب، بحاجة أكيد لمكان للنوم، بحاجة لمكان للدراسة، وبده أكيد مكان للتخزين، لتخزين ألعابه. فأنا بفكر لما أنا برسم هذا المخطط بفكر أنا وين ممكن أحط سرير، يعني وين ممكن تكون مساحة النوم، وين ممكن أحط المساحة تبع الأنشطة والألعاب، وين ممكن أحط مساحة الدراسة، وعلى هذا الأساس بفكر عن طريق هذا المخطط، بيسهل علي العملية. طيب. بعد هيك بدخل بموضوع أنا كيف بدي أنسقهم بشكل صح وكيف بدي أنقي الفرش المخصص لهذا الركن وأصممه بشكل صحيح. يعني حتى لو كانت الغرفة صغيرة ممكن إحنا نأخذ هاي المساحة ممكن بتزبط، يعني ويكون الغرفة حتى لو كانت غرفة والنوم قد ما كانت صغيرة أو كبيرة بقدر قدر الإمكان، لأنه إحنا هلأ بوقت يعني موضوع مفروشات غرف الأطفال تعطينا مرونة كتير كبيرة. يعني أنت بتقدري تعملي التخت مثلا، تعلقي التخت فوق بيطلع له بيسلم، تحته تعملي مثلا مساحة اللعب مثلا لو كانت في عندي كتير كتير صغيرة. في عندي كتير خيارات بالنسبة لغرف الأطفال ما تاكلوها. طيب خلينا نبدأ معناتها بأولى، خلينا ناخذ مثال عن هاي الغرفة اللي عم تحكي عنها، نفس الغرفة اللي تابعة لهذا المخطط. تمام. حنشوف هاي الغرفة. تمام. هاي الغرفة مثلا نحن حددنا هون السرير انه نحن حطيناه بالزاوية. تمام. ليش نحن حطينا السرير بالزاوية؟ لما نحن بنحط السرير بنعطيه زاوية، نحن رح نوفر مساحة كتير كبيرة بالغرفة. مو مثل نحن لو نحن حطينا مثلا السرير على الحيط بشكل عمودي، هيك رح يقطع لنا نص الغرفة ورح يقسم لنا المساحات بشكل ما انا كتير مريح. حطينا السرير على الزاوية هيك ونحن فتحنا مساحة كتير كبيرة بالغرفة لحتى نحط فيها انشطة طفل مختلفة. فوق السرير استفدنا من المساحة، كيف عملنا سلم مستوي حطينا فيها اسفنجة لحتى يقعد فيها الطفل، ممكن تكون حتى للعب، هي ممكن للعب، ممكن تكون للمطالعة، للقراءة، لحفظ الدروس تبعه. للألعاب نخلينا نقول اللي بتحتاج أكثر للتركيز، إنه هيك مساحة منعزلة بيقعد فيها على رواق. كثير بخافوا هاي الرامة إنه كثير عالية وما إلى ذلك، وممكن هلأ الأطفال روح قلبهم يتعربش بكل الأحوال رح يوصلوا لهون. أساساً هي إلها دربزون، يعني هن رح يطلعوا رح يلعبوا. حلو. دائماً. تمام. طيب. بالنسبة للزاوية الثانية هون استغلنا بإنه هي تكون
زاوية لعب مثل ما لك شايفة مثلا حطينا فيها خيمة صغيرة بينفرد مثلا فيها الطفل بيلعب لنفس لحاله مثلا في عنا جنبها مثلا سلة بيحط فيها الألعاب المفضلة اللي هو عم يلعب فيها بهاي الفترة، أكيد رح نحط تحت سجادة لحتى هو أكيد ما يقعد على الأرض، وكمان حتى السجادة بتفيدني بموضوع امتصاص الصوت يعني مشان ما كتير تطلع الضوضاء على الجيران وكذا وهيك ينزعجوا. حلو، فكرة جميلة. هاي بالنسبة لموضوع هون زاوية اللعب مثلا موجودة بهي الغرفة، وزاوية النوم أيضا، زاوية اللعب زاوية النوم وزاوية المطالعة والقراءة. زاوية المطالعة والقراءة ممكن، بس هنيك أعتقد الدراسة صعبة طبعا. لا مو دراسة، مطالعة وقراءة فقط. تمام. طيب خلينا نروح ممكن معنا غرف القسم الثاني من الغرفة. في قسم ثاني. طيب نشوف هلا هذا القسم هو الخاص بالدراسة والتخزين. خلينا نقول مثلا لو ما كان دراسة مثلا ممكن يكون لأنه يعمل فيه الأنشطة الرسم اللي بتحتاج ما هو يقعد على كرسي وطاولة قدامه، أكيد لازم ناخذ بعين الاعتبار أنه تكون متناسبة حجمها مع عمر الطفل، يعني ما تكون ارتفاع الطاولة متناسب مع طول الطفل وهيك. بالنسبة لأكيد لازم نوفر مساحات تخزين كبيرة لأنه الطفل عنده كمية كتير كبيرة من القصص اللي بتحتاج لتخزين من ألعاب أدوات صحيح. للأنشطة الفنية حتى اللبس تبعه كمان بده مكان لحتى يعلقه فيه. في شغلة كتير ضرورية خزان الملابس لازم ناخد بعين الاعتبار لما نستق غرفة لطفل بعمر صغير أنه أنا لازم أخذ بعين الاعتبار أنه يكون مستويات الرفوف مثلا لو بدي انا اعلق رفوف لازم تكون مستويات الرفوف متناسبه مع طول الطفل حتى يقدر هو يستخدمها، يعني ما اروح اعلق الرف عالي. حتى بالنسبه للخزانه الملابس صحيح. بقلب الخزانه يكون مثلا المكان ما بعلق الثياب كمان بيقدر هو يوصل له حتى نوعا ما نحفز انه يعتمد على نفسه قدر عنده الإمكان. مسؤوليه يعني تماما. حتى هو مفروشات غرف الاطفال تعطيني مرونه، يعني هي ممكن تعدل مع الزمن. يعني بالنسبه لمثلا خزانه الملابس فيها الرفوف ممكن انه تتغيريها مع الزمن، تغيري لها اماكنها. حتى السرير هلا صار في عندنا اسره ممكن انه تكبر حتى على هي مثلا تكون على قد طوله الطاوله هي كثير ممكن يكون في شيء مثلا سلس بيتعامل في طاولات صارت بتتعلق وبتتوطى هي بتتعلق وبتتوطى حلو. حتى بس الكرسي اعتقد لا، الكرسي لا، الكرسي لا، قولي الكرسي سهل قصته يعني بالنهايه مغير. بس الطاوله فعلا هي الاصعب. لكن انا بشوف حتى هون كمان بشوف كثير من غرف النوم الاطفال انه مثلا على الحائط فبس بيكون في باب، يعني هو بيكون الحائط الخزانه، فهيك انت بتستغلي المساحه. انت كيف تشوفي هاي النقطه؟ يعني مثلا حائط لكن بس فيها باب، فانت بس تفتح الباب هي خزانه، يعني هنا بس بيحطوا لها مثلا يعني خزانه جداريه تماما. يعني انت كمان إيه لو كان انا عندي المساحه الصغيره إيه لو كان انا عندي المساحه بتكفيني اني انا اعمل خزانه جداريه كثير منيح، طبعا بتعطيني مساحات تخزين اكبر. انا بحس انه على الصغيره هي ممكن تتناسب، هذا اللي بقصده انا على المكان الصغير بيعملوها بشكل كثير كبير بحسب تصميم الغرفه. يعني لو في عندي مكان بالغرفه بقدر اني اامن فيه مساحه خزانه جداريه بيكون افضل، يعني بحسب. يعني هذا الشيء بيختلف بين غرفة وتانية. حلو نقول. طيب خلينا نروح لصورة تانية ممكن كمان تحكي لنا عن المساحات أو نشرح عن المساحات هاي عن اللعب أعتقد. عن مساحات اللعب يعني لما بدي أنا أصمم مساحة اللعب الخاصة بطفلي أكيد في لازم أنتبه لكذا موضوع. أنا أول شيء تكون هي مريحة، يعني أعمل له فيها سفنجة أو مجموعة وسائد يقعد عليهم حسب الأنشطة اللي هو بيحبها، ولازم تكون تتوافق مع هواياته المفضلة. يعني مثلا خلينا نشوف مثلا هاي المساحة، خلينا نشوف مثلا هنا حاطين على الجدار مثل لعبة تسلق مثلا. لو كان أنا طفلي من الأطفال اللي بيحبوا كتير هاي الألعاب ممكن أوفر له إياها تماما، ممكن أوفر له إياها بغرفة النوم تبعه لحتى يمارس فيها هوايته المفضلة وخلينا نقول يطورها نوعا ما. حلو. في مثلا لو كان طفلي محب الرسم مثلا ممكن أأمن له مثلا بزاوية لعب مرسم صغير ورقي جنبه، ممكن يكون في عندي أقلام التلوين والمائية والخشبية، ممكن أحدد مساحة بالجدار خاصة بعرض أعماله يعني لحتى يعلق فيها الرسمات اللي هو بحبها. هالشيء بيحفزه إنه نوعا ما يطور هوايته قدر الإمكان. طب الطفل بحب القفز والمشاهد ايه ممكن نحط له شو بيسموه مو بعرف شو بيسموه. هلا هدول من الاطفال اللي بيحبوا القفز يعني بيحبوا التسلق نشيطين مشاغبين بقصد انا دائما المشاغبه موجوده عند سمات الطفل. طيب خلينا نروح لصوره ثانيه وهي المره ممكن رح نشوف موضوع مختلف هو عن الجدار، يعني هذا الجدار ورسم عليه الوان تماما موضوع مختلفه وتنسيق هالالوان حكينا. تمام. هلا بالنسبه لهون تنسيق الغرفه نسقناها مثل ما قلنا، المساحه للنوم، مساحه للدراسه، طاوله وكرسي بيلزمني لحتى انه ممكن يدرس فيه او يحل واجباته المدرسيه. بالنسبه لغرف الاطفال مثلا بيجيني احيانا امهات بيستفسروا انه مثلا انا غرفة الأطفال موجودة عندي، يعني طيب. أنا في عندي الأثاث وعندي كل شيء بس الغرفة كتير باهتة. يعني الجدران عندي ما فيها شيء بس الدهان مثلا. هذا الجدار قبل ما نحط عليه هذا الرسم اللي هو عبارة عن جبال كان عبارة بس عن جدار أبيض،
هو هذه الجبال عبارة هي عن استيكرات أو خلينا نقول هو لاصق ورقي بلون معين، هو بيجي جاهز خاص بغرف الأطفال. أنت بتقدري أنك أنت بعد ما أنه تفرشي الغرفة وكذا، لو أنه أنت من الأول ما قدرتي أنك أنت تغيري شيء، بتلزقيه بعد. وعلى فكرة أسعارهم جدا معقولة وممكن أن تزيليهم أنت مع الأيام. يعني حتى أنت هي مدهن فقط ملصقات على الجدار؟ ملصقات على الجدار تماما، تتناسب مع مساحة الجدار عندي، ممكن أنا أصنعها بإيدي وممكن أنه أجيبها جاهزة. حتى هاي المناطيد الصغيرة هي عبارة عن ملصقات، ممكن تكون حتى بتضوي بالليل. حلو، يعني هلا ممكن نحن نضيف اضاءه خاصه ولا لا؟ هي نفس الملصقات ممكن تضوي بالليل؟ لا، هي الملصقات بيكون فيها مواد معينه، حتى في نجوم احيانا بيحطوهم على سقف غرف الاطفال. صحيح. كمان بس بالليل بيضوا، وبالنهار بيعطوا بس شكل عادي، شكل نجوم. اضاءه ثانيه بتنصحي فيها بهاي الغرفه لحتى ما تضل باهته مثلا؟ اكيد بدنا اضاءه جنب السرير، بدنا اضاءه محل الدراسه، هي شغلات اكيد، مع الاضاءه اللي موجوده اساسا بتكون بالسقف. طيب طبعاً. خلينا نشوف مرات الموضوع الثاني انه نحن لا هلا هي كفكره، لانه نحن كيف ممكن نزين جدران غرف الاطفال؟ في عندنا كثير خيارات ثانيه، يعني ما عدا الملصقات. هي الملصقات كحل، خلينا نقول وقت خلص انه تمام انا اخذت البيت وما عاد اغير شيء، ما بحسن اغير شيء. لو بالاول انا عم بنسق الغرفه من الصفر، ممكن اذا انا ما بدي احط ملصقات ممكن استخدم ورق جدران خاص بغرف الاطفال. تبين يمكن بالصوره اللي بعدها ببين. طيب خلينا كمان في عندي مجموعه كثير واسعه اللي بعدها مثلا عن هاي مثلا هون عندي هذا ورق الجدران خاص بغرف الاطفال، وعباره طلع عن خريطه العالم. منه بيعطيني ديكور كثير حلو للغرفه، ما بتكون باهته، وبنفس الوقت هو مفيد للطفل، يعني باخذ منه معلومات. في عندي فكره ثالثه كمان يمكن تطلع بالصوره اللي بعدها، انه قبل ما اروح للصوره اللي بعدها انا جذبتني هي الالعاب. الالعاب ما عندي كيف مستخدمين السلال، سلال عاديه، سلال من القش، وليحطها للطفل يخزن فيها العابه. في عندي هون يمكن كان مقعد صغير حتى انه بيقعد عليه ممكن للمطالعه، هون في عندي الخزانه تبع الالعاب. حتى المقعد ممكن كمان، صحيح، يعني ببعض الاحيان ما كثير بنشوف المقعد غير لما طاوله الدراسه، فممكن تكون هاي لحتى تحفزه على المطالعه. بطبيعه الحال هي حسب نحن كيف بنحب انه ننسق له فراغ اللعب، حسب هو شو هي هواياته، كيف بيقضي وقت النشاط اللي هو بيقضيه، على اساسه نحن بنسقط. طب خلينا نشوف الصوره اللي بعدها اذا سويه ونشوف شو ممكن. الصوره اللي بعدها هي فكره هي شوي ممطوطه. تمام. لما بيكون طفلي ممكن يكون اكبر شوي بالعمر، بيكون عنده هوايه الرسم، لما بكون انا كأم بحب موضوع الرسم، ممكن انا اجيب ادوات الرسم الخاصه بالجدران وارسم على الجدار. يعني مثلا حددنا هون نحن حددوا هاي المساحه اللي هي فوق طاوله الدراسه، ورسموا عليها قوس قزح. يعني كثير هو موضوع بسيط، حتى ما انه كثير بده مهاره، يعني ما بده مهاره، قوس قزح مع شويه غيوم وقلوب حب، عطاني كمان شكل كثير حلو، احسن ما يضل الجدار هيك فاضي منات. ابيض ما فيه ولا اي شيء. حلوه صراحه، كمان هي فكره ممكن تعزز مهارات الطفل، وحتى تماما ممكن رح يصير يحب غرفته اكثر. هو يعني خصصتي الغرفه انه هي تماما انا حطيت لمستي بغرفتي. حلو تمام. طيب خلينا نروح اذا لصوره اخرى، وممكن نحكي هاي المره عن على الاغلب زوايا الدراسه. بتعرف شو زوايا الدراسه قبل ما تخبريني عن هاي الصوره راما؟ فعلا يعني خاصه هلا مع هذا الوقت الحالي والدراسه عن بعد وما الى ذلك، بتحسي انه صارت صعوبه اكبر. صح. يعني طبيعي. بطبيعه صحيح. الحال هلا موضوع هلا مثل ما انت قلتي انه التعليم الافتراضي او التعليم عن بعد بصراحة عن جد فرض على الأهل مسؤوليات كتير كتير كبيرة بالبيت. صحيح. يعني صار عندهم صعوبات كتير كبيرة، أهمها ومنها أنه هن ينسقوا أو يأمنوا بيئة تعليمية للطفل، يعني بتخليه نوعا ما ينجذب للدراسة أكثر. يعني ما أنه يضل يقول لا يا الله أنه هلا أنا بالبيت ما بدي أدرس، يعني أنا هلا ما بدي، أنا إذا ما رحت على المدرسة ما بدي أدرس. لا، هاد نقدر نحفزه على هاد الشيء بأنه نحن نأمن له بيئة تعليمية منفصلة، خلينا نقول نوعا ما. حلو. هلا مثلا عندنا هاي الصوره بتمثل لي شو؟ مثلا لو كان انا نوعا ما مثلا مثل ما شفنا بالغرف اللي قبل، انه انا اساسا بغرفه طفلي في عنده هو طاوله وكرسي، ليش لحتى انا ارجع اعمل له شيء ثاني؟ هلا هذا الشيء بيعتمد حسب شخصيه الطفل. يعني في عندك اطفال بتكون هي شخصيتهم مثل ما انت قلتي نشيطين زياده عن اللزوم. صحيح. يعني ما بيقدروا انه هم يضلوا راكزين على الكرسي وقاعدين لمده ساعه وساعتين. صحيح. هدول ما مستحيل انك تقدري تخليهم بنفس غرفتهم اللي فيها العابهم وفيها تختهم يقعدوا يدرسوا لمده 3 ساعات. اكيد في عندهم كثير مواضيع ممكن تلهيهم وتخليهم انه يقوموا. صحيح. يفضل انه انا امن لهم ركن الدراسه بشكل منعزل برات غرفتهم. ممكن احطه بغرفه الجلوس، ممكن احطه، ممكن يكون لو كان انا المطبخ عندي كثير كبير ممكن يكون ركن موجود بالمطبخ. لو كان عندي مثل هذا المثال غرفه فاضيه. في احيانا بيوت بيكون فيها غرفه فاضيه مهمله، ممكن تكون للكراكيب او لهي القصص،
هلا الوقت الكثير المناسب اني انا انسقها افضيها واعمل لهم لاطفالي فيها بيئه مناسبه للدراسه. هي غرفه فاضيه وفيها هي غرفه فاضيه او طاوله. قامت الام هون انه شو عملت، دهنت الحيط بلون اخضر مثل ما انت شايفه، يعني بشكل ذاتي حتى ما في داعي انه تجيب حدا حتى يدهن لها اياه. دهنت الغرفه مثلا الحيط بلون اخضر، جابت رفوف علويه لحتى تعمل نوعا ما لمسه ديكور معينه، حطت عليها المجلدات اللي هن ما بيستخدموا بشكل يومي، خلينا الكتب اللي بتلزموا مره بالشهر مثلا حتى انه يطلعوا ممكن يستخدموها. بالاسفل مثلا هي عندها هون بنتين بيدرسوا بالبيت، فاما نتلون فراغين وبالنص هو هذا الفراغ المخصص لها هي حتى تقعد تتابعهم، لانه اكيد بدها بالاخير مكان لحتى تقعد جنبهم وقت الدراسه. بدنا اكيد مساحات تخزين مثل مباين، بدنا المساحه اللي بيقعد فيها الطفل لحتى يدرس. هلا حاليا صارت هي كثير اهم. ليش؟ لانه هو رح يقعد ساعات طويله، فبالتالي كمان رح يستخدم الايباد، رح يستخدم الكتاب اللي هو رح يكون عم بيقرا فيه، ورح يستخدم كمان دفتر لحتى يكتب ملاحظات. صحيح. فانا ما بيكفيني طاوله كثير صغيره، بدي مساحه اكبر. حتى مساحات التخزين صارت لازم تكون اكبر، يعني بدي اكون محل ما الطفل قاعد لازم يكون في حواليه كل شيء حتى ما يتحفز انه هو رح يقوم يجيب شغله من غير مكان، لا انه يفضل انه يكون في حواليه كل شيء. تماما. فهون طيب. مثل ما لك شايفه حتى علقنا على الجدار مكان لحتى ممكن نعلق فيه شغلات خاصه. بالصوره طبعا. كانت طبعا هذيك اللي علقنا فيها عدد امور. طب هلا هي الصوره، هي الصوره هلا شيء بغرفه كان شيء بيرفكت، يعني طيب. خلينا نقول انا عندي غرفه وعندي ميزانيه منيحه ورحت وضبطت وعملت. طيب انا في حال ما عندي غرفه، يعني شو ممكن اعمل؟ عندي طاوله عاديه مثل هون مثلا، عندي طاوله وكمان ما رح اقدر اجيب خزن وادراج. طيب شو عملت هون مثلا؟ هون في طاوله عاديه حطيتها، نعم، جنب الطاوله في عندي بوكسين خشب، اذا لاحظتي هدول بوكسين خشب حطوهم فوق بعضهم، استغلوا بوكس الخشب عملوا مثل منطقه تخزين مفتوحه، كمان قسموا مثلا المنطقه العلويه هي مثلا للدفاتر والكتب، نعم. المنطقه اللي تحت مثلا للقرطاسيه الادوات اللي لها علاقه بالفنون اليدويه وهيك. المساحه مثل ما لك شايفه مقسمه، بتحط عليها لابتوب، بتستعملها لعبوات الاقلام. وكمان ما ننسى انه خصصنا المساحه اكثر بانه نحن الطفل ضاف عليها لمسته الخاصه، يعني اذا لاحظتي هدول الرسمات المرسومين هن رسمات الطفل نفسه. رسمات الطفل تماما. انا حطيت لهم اطار، علقتهم على الحيط، ومثل ما نقول ضاف لمسته على المكان، فرح يحب المكان اكثر. طب انت يعني انا شفت انه في غرفه منعزله هي او اي مكان فاضي بالبيت غرفه فاضيه، وهلا هي غرفه ثانيه كمان انا شفت انه هي اوكي هي زاويه واحده من الغرفه لكن شفتها انه هادئه خليني اقول. يعني انت بتشوفي دائما انه زوايا الدراسه بغرف نوم الاطفال دائما تكون برات غرفه نوم النوم ولا لا؟ كيف بتشوفي انت هاي النقطه؟ قلت لك هذا الشيء بيعتمد حسب شخصيه الطفل، يعني اذا كان انا ابني كثير نشيط ما رح يقعد بغرفته مع العابه وتخته لساعات طويله، غير ممكن تحت اشرافي انا. اذا بقدر انيني انا احطها برات البيت، برات الغرفه يعني بمكان ثاني، بيكون كثير منيح. اذا ما قدرت رح اضطر انيني انا اتاقلم مع الواقع، بس نوعا ما اخلي المكان مريح اكثر بالنسبه له. يعني مثل ما حكينا يمكن باول صوره، لازم يكون ارتفاع الطاوله متناسب مع طول الطفل، يعني هو لما رح يقعد على الكرسي ما معقول انه هو يماطل لحتى يكتب، كمان ما معقول انه هو كثير يعلي ايده، لانه يا رح يوجعه ظهره يا رح توجعه ايده. فلازم نحن ننسق هذا الشيء. شلون؟ اذا ما بدي اغير الطاوله اضبط الكرسي، يا اما اجيب كرسي ممكن انه نقدر نحن نعليه ونخليه ينخفض ويرتفع مع بعض، يا اما ما بدي اغير الكرسي كمان ادعمه بوسائد، يعني لو كرسي كثير واطي ممكن احط له وساده واحط وساده للظهر لحتى الطفل يرتاح قدر الامكان واعليه ليصير بمستوى الطاوله. نعم. طيب اخيرا بعد كل هاي الصور اللي استعرضناها انا حابه تحكي لنا هيك نصائح معينه للاهالي وللامهات تحديدا، وتحذريهم من ابرز الاخطاء اللي ممكن يرتكبوها بخصوص هذا الموضوع تنسيق غرف النوم للاطفال. هلا اول موضوع انه مثل ما حكينا الاضاءه الطبيعيه كثير مهمه، حاولوا انه تتنازلوا عن اي غرفه ثانيه لغرفه الطفل. ثاني شيء موضوع خلينا نبتعد عن الالوان اللي كثير فاقعه. نعم. يعني احيانا بتكون الالوان مثلا بتلاقي لون اخضر كثير فاقع رايح على خلينا نقول كيوي كثير فاقع، او مثلا زهري كثير غامق. لا خلينا حتى ما نحط لون لهالدرجه مميز، يعني فنحط الغرفه مثلا كلها لون زهري. ليش؟ خلص مثل ما قلت ممكن نستخدم ورق جدران، ممكن نستخدم ستيكرات، في عندنا كثير خيارات ثانيه في حال نحن ملينا بعدين نقدر نغير. يعني الموضوع الثالث انه مثل ما حكينا لازم نخصص له للطفل مساحه لعب، يعني في حال انا ما كان في عندي بالبيت غرفه لعب لازم نخصص له مساحه لعب لحتى هو ما يخرب لي البيت.
نعم يعني ما يروح يلعب بالبيت ويخرب بالبيت بكل الغرف تمام يعني اكيد هو رح يلعب بالبيت بس نوعا ما نقلل ما في تخريبات تمام طيب شكرا كثير لك ولوجودك معنا مهندسه الديكور راما سواس لكل هالمعلومات الحلوه والقيمه.